لمجموعة أو لمجموعة من التقارير عايزة أبدأها بس بنداء أو استغاثة بيقدموها مجموعة من عمال اللي بيعملوا يعني بيشتغلوا في تبع الأوقاف في اسكندرية. إيه مشكلتهم الأساسية؟ وإحنا هنسمعها في التقرير، هم عندهم مشكلة إنه التثبيت في مشكلة، بقالهم سنوات بيشتغلوا هناك، الإدارة إدارة الأوقاف اللي هم بيتباعوا ليها في اسكندرية أكتر من مرة بحسب كلامهم وعدتهم إن هم هيتثبتوا، وكل سنة بتعدي وما بيحصلش تثبيت، وعدوهم بالتثبيت في شهر 7 فيجي شهر 7 ويعدي، والكلام ده بقاله كذا سنة. في طبعا من العمال دول يعني اللي شغال بقاله 10 سنين، وفيهم ناس أكتر، قابلنا ناس أكتر كمان من 10 سنين وفيهم الأقل، بس الجميع اتفاجئ الحقيقة بشرط إلى حد كبير جدا استغربنا له، إنه البعض منهم بيقول إنه اتقال لهم عشان نثبتك لازم تروح الشهر العقاري وتكتب إقرار وتوثقه بالتنازل عن مدة عملك السابقة. هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ هل الكلام ده قانوني ولا لأ؟ تعالوا الأول نشوف مع بعض الاستغاثة اللي بيقدمها بعض المواطنين، عدد الحقيقة كبير مش قليل من المواطنين اللي بيعملوا في وزارة الأوقاف في اسكندرية، حتى أن بعضهم تم الاستغناء عنه بالفعل وبعضهم وافق انه يعمل كده لانه مضطر وراح وكتب الاقرار. تعالوا نسمع صوتهم وبعدها نرجع نشوف مدى دقة وقانونية هذا الوضع بعد ما نشوف تقريرنا اللي زميلنا عبد الله منتصر عنده لينا. اشتغلنا 7 سنين، ففي خلال 7 سنين ما ظهر لناش اي قرار تعيين. وده النظام ده ماشي على الجميع، يبقى ماشي على الكل، مع اننا ما بناخدوش لا حوافز ولا بدلات ولا اي كلام من دي، هم 750 جنيه فقط لا غير. مشكلتنا بالنسبه للموظف الاوقاف ان احنا شغالين من 2008 وكنا مسابقه، ورحنا عشان المسابقة عدت كانت في 2008 شهر 6. بعد 7 سنين لما قعدنا نترددوا على الإدارة وعلى المديرية قالوا لنا هنعينوكم بس تقبلوا تعيين جديد وتستنزلوا عن المدة اللي عدت. قال لك لازم تجددوا الورق دوت عشان تتعينوا تعيين حديث. رحنا اتنزلنا في الشهر العقاري عن المدة اللي هي 10 سنين اتنزلت عنها، وقدمت ورحت حللت في مستشفى الدعاء في القاهرة، وجهزت ورقه فيش وتشبيه حديث وورقه كلها سليمه، ولغيت وقتنا هذا ما تعناش. كان عندنا شخص اهي شغال في الاوقاف، زميل ليكم، زميل لينا يعني، اتوفى، جيب اهله وراح يعملوا له مستحق يعني ايه معاشات وكلام من ديت، ما لقوش ليه مستحقات في وزاره الاوقاف خالص، وقال الراجل ديت ده كان بيقبض اجر مقابل عمل وما لهاش مستحقات عندنا. واشتغل قد ايه المده اللي اشتغلها قبل الوفاه؟ اشتغلها يجي 10 سنين. اشتغلت 10 سنين في اسكندريه، وقال لك ايه في تحويل للمحافظات، رحت القاهره حولوني ايه حولوني على بورسعيد، اشتغلت 6 شهور في بورسعيد وطلعوا قرار فاصل عشان نجيب شهاده حميه، قبل ما رحت اجيبها وديتها قال لك ايه ده انت طلع قرار فاصل، قال لك تمضي اقرار انك مالكش اي مستحقات عندنا خالص نهائيا، ما مضيناش الاقرار دي، في ناس مضت وفي ناس ما مضتش، هنمضي ازاي ان انا ماليش اي مستحقات خالص في شارع عقاري؟ ما ينفعش. وايه اللي حصل لما ما رضيتش تمضي؟ طلعنا وقاعدين على مين يوميها على كده.